أطلقت مؤسسة عمان للتوعية المجتمعية الأحد حركة 101 من أجل عمان لتفعيل مشاركة المواطنين في وضع الخطط والمقترحات والحلول لتنمية وتطوير مدينة عمان نحو تقديم مستوى معيشي أفضل لسكانها. وقال رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية العين عماد فاخوري خلال رعايته حفل الإطلاق إن حركة 101 هي أحد المشاريع التي يدعمها برنامج التمكين الديمقراطي من خلال الدورة الأولى لنافذة التمكين الشبابي، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للصندوق في الورقة النقاشية الرابعة. اجتمعوا اليوم لإطلاق مبادرة 101 من أجل عمان، أحد المشاريع التي يدعمها برنامج التمكين الديمقراطي الدورة الأولى لنافذة التمكين الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه للصندوق في ورقته النقاشية الرابعة لتمكين المجتمع المدني أفرادا ومؤسسات من ممارسة دورهم في المواطنة الفاعلة وتوفير الأدوات اللازمة للرواد الاجتماعيين للتأثير في الشأن العام، أحد المسارات على خارطة الطريق لتعميق التحول الديمقراطي والتي رسمها جلالة الملك بكل حكمة واقتدار. وبين منسق مشروع الحركة نبيل أبو عطا أن الحركة تساعد أهل عمان لترجمة طموحاتهم وتطلعاتهم للمدينة في إطار منظم يطرح خططا ومشاريع تستلهم أفضل الممارسات حول العالم وتحصل على رضا ومباركة أهل المدينة وتحاكي أولوياتهم. للأسف تلوث المليون سيارة ما في أمامه إلا 800 ألف شجرة مزروعة في عمان لا تكافح. شو بنعرف عن سكان عمان؟ شو بنعرف عنهم؟ نعرف إنه عدد سكان عمان 3.5 مليون نسمة، منهم مليون وافد وأكثر، إنه 60% من السكان هم في عمر العمل والإنتاج بين 15 و64 سنة. عمكم تخيلتوا إنه كل يوم بنولد في عمان 215 مولود مواطن جديد يكبروا ليدرسوا في 2033 مدرسة متوزعة في عمان، بتعالجوا مع كل سكان عمان ب 132 مستشفى فقط. في حدا بيعرف انه في 192 ألف عماني بيعيشوا تحت خط الفقر ب 2 دينار باليوم؟ الوقت اللي سكان عمان عم بيكبوا يوميا 3000 طن من النفايات والمخلفات. وأشارت مديرة برنامج التمكين الديمقراطي يسر حسان إلى آلية عمل البرنامج وتبنيه للمبادرات والمشاريع الناجحة لتعميمها وإعادة تطبيقها على المستوى الوطني. هي مبادرة أطلقها جلالة الملك بزيارته للجامعة الأردنية، وكلف صندوق الملك عبد الله بالورقة النقاشية الرابعة بتنفيذ هاي المبادرة. طبعا احنا عقدنا سلسلة طويلة من الجلسات مع ممثلين مؤسسات المجتمع المدني مع الناشطين والرواد الاجتماعيين حتى نحول الرؤية الملكية لبرامج عمل، وتوصلنا لأربع نشاطات رئيسية بنفذها حاليا البرنامج. واحدة منها نافذة التمكين الشبابي اللي بموجبها حصل عمان 101 من أجل عمان على دعم بموجب نافذة اسمها توسع. في عندنا كمان آلية حوار وتطوع بننفذها بجميع محافظات المملكة لتشجيع ثقافة الحوار وتجذير قيم المواطنة والممارسات الديمقراطية، وفي مرصد إعلامي بيدعموا البرنامج بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني اسمه أكيد دوت جول، هدف منه طبعا نشر ثقافة التحقق، وبالإضافة للموهبة في خدمة المجتمع اللي بندعم من خلالها توفير أدوات إبداعية للشباب حتى يعبروا عن قضايا مجتمعاتهم المحلية من خلال الفن. ودعت مؤسسة المجتمع المدني والشباب بشكل عام إلى تقديم أفكارهم ومبادراتهم من خلال النافذة الثالثة لبرنامج التمكين، حيث سيبدأ التقديم اعتبارا من الأول من أيار وحتى تموز المقبل. واشتمل الحفل الذي حضره عدد من ممثلي مؤسسات حكومية وأهلية عرضا لفيلم قصير يدعو المواطنين للانضمام للحركة والإعلان عن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع. وفي ختام الحفل جرى حوار بين الحضور وأمين عمان عقل بلتاجي ورئيس مجلس أمناء الصندوق حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه سكان العاصمة، وعرض لعدد من المقترحات لحل هذه العوائق وآليات التطوير.